ايش عندك مراجعه؟ والله عندي كفاله هنا ال جاي تتكفل وانت متكفل. لا انا اتكفل، انا اتكفل انا. انت متقاعد؟ نعم. كملت لو بعد؟ والله كملنا ان شاء الله. ما بقى شيء. ان شاء الله كملنا شغل جيد وزين و... ايمتى اشتغلت بالمعامله؟ والله هسه توني ما صار لي نص ساعه. وانت راح تكمل؟ نعم. يعني زين اكو سلاسل؟ حيل زين والله، نعم. اي معوقات ماكو. اول شيء يعني متقاعد من القوير، منطقه القوير، وعندي معامله. راجعت بغداد بس شوي الروتين شوي متعب صراحه. راجعت بغداد تقاعد الوطنيه ورجعوني على مود صح الصدور الوثيقه. ومن البارحه هسه جاي اليوم هنا ان شاء الله، والناس تعاونهم زين والله حاليا هنا. بس بغداد شوي معوقات، شوي الروتين شوي مزعج. لا والله بغداد. اي الا الصدقه، واحنا خاتمينها من هنا. بس يقول لا لازم ترجع الصدقة وتجيب لنا اياها. والله عندنا استقطاع مع الراتب، بس نشيك الراتب عند الراجع هنا عن التقاعد. لا استقطاع مع تشيك الراتب، سحبنا اغراض والراتب ينقص يعني اكثر من الاستقطاع. اذا تاكد من المراجع للموظفين بس هنا شنو يدوزون هاي الشباك على الشباك الاخ، والاخ يقول لي ارجع يمن الاخ، وتاهت عليه ما عاد اعرف وين اروح. هسه قال لي اخر شيء ارجع للشباك اللي يم الكرفان، راح تغادر رجعونا هي، ما حد ما عاد يمشيها. طبعا عمل الدائره مستمر بشكل جيد، واعتقد لاحظتم انتم انسيابيه العمل وعدم وجود زخم في داخل الدائرة، كون الموظفين يؤدون عملهم بشكل صحيح وكبير إلى نهاية الدوام. الحمد لله الوضع مستقر وجيد جدا، ما عندنا أي مشاكل تذكر بالوقت الحاضر. بالنسبة لمؤسسة الشهداء نستقبل معاملات، ولكن حدث عندي بعض الإشكالات على متعلقة بالأنترنت وبإقفال السيرفر في دائرة التقاعد اللي هي في ساحة التحرير في بغداد، أخرت عملنا قليلا. إن شاء الله نعمل على التعويض وعلى السرعة في الإنجاز. بدأنا بإنجاز أعداد كبيرة جدا من معاملات الشهداء، لأن هذول الأسر هم في مقدمة عملنا وفي مقدمة أولوياتنا، لأنهم يستحقون كون يعني الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون وهي دمائهم. هناك استقطاعات على الأخوة المتقاعدين، هذه طبعا هم استقرت في هذا الشهر والشهر اللي قبله، لم يتبقى لدينا شيء الكثير. هذا السبب يعود إلى تبضع المتقاعد من الشركات المنتشرة في المحافظة، مواد عينية يعني غسالة أو طباخ وما شكل ذلك، وكذلك استدانتهم لبعض القروض. طبعا هذا راح يأثر على الراتب، احنا مجرد جهة منفذة للاستقطاع الذي يرنا من شركة إنجاز التي تتولى هذه العملية. فقط تقوم هيئة التقاعد الوطنية باستقطاع المبلغ الواجب استقطاعه من المتقاعد، وهذا احنا مجرد وسطاء، لا دخل لنا بالموضوع ولا يدخل ضمن حساباتنا نهائيا، مجرد استقطاع يسدد إلى الشركة المعنية. طبعا إذا أكو هناك خلل أو زيادة بالاستقطاع على المتقاعد أن يراجع الجهة التي تبضع منها ويتفاهم معهم إذا كان هناك زيادة أو تزيد للمبالغ التي حددها الشركة. بقية الأمور الرواتب مستقرة وما عدنا أي إشكال بهذا الموضوع. وزعنا رواتب تشرين الثاني، والآن وصل صك تشرين الأول على مصرف الجزيرة. اللي ما استلم بإمكانه الذهاب إلى مصرف الجزيرة بعد أن يأخذ كتاب تأييد صحة صدور من مديرية تقاعد نينوى لاستلام راتبه في هذا المصرف. البطاقة الذكية والماستر كارد، يعني الماستر كارد ديسير بشكل انسيابي وجيد. أيضا صار عندنا بعض التأخير بسبب توقف الانترنت، وتعرف أنت جنابك هي عملية إلكترونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانترنت، فعد ما توقف شبكة الانترنت تراكم لديهم بعض المعاملات، ولكن بجهودهم واستمرارهم بالعمل من الصباح الباكر إلى ساعة 3 و4 الحمد لله قضينا على هذا الازدحام، والأمور تسير بشكل طبيعي وجيد جداً.